طيب الخارجية الإيرانية أصدرت بيان رفضت فيه تصريحات كل من المستشار الألماني وأيضا الرئيس الفرنسي. الخارجية الإيرانية اعتبرت تصريحات كليهما بأنها تدخلا غير مسبوقا في الشأن الإيراني وتصريحات استفزازية لطهران. ماذا تعلق على بيان الخارجية الإيرانية؟ أولا هو بصراحة الوزارة الخارجية الإيرانية ونظامها نظام كاذب ونظام يتحدث عن رؤية هو يتصور العالم ما يشوفها. يتصور الآن الأحداث والجرائم اللي يقوم بها النظام الإيراني الآن العالم ما يشوفها. يعني النظام الإيراني يتدخل في شؤون الدول عامة، الدول العربية والإسلامية فقط من أجل التزعزع، يعني ميليشيات اللي الآن يسلحها بالسلاح والصواريخ والطائرات والتمويل وقاتل 80 مليون من الجوع 90 مليون داخل جغرافية ما تسمى إيران، ويلهب كل هذه الثروات من أجل تمويل إرهابي إن كان لحزب الله أو الميليشيات العراقية أو الميليشيات الحوثي وغيرهم. ونريد أن نشاهد نحن من يتهمهم إيران أنها تساعد المعارضة أو تساعد حركات التحرر داخل جغرافية ما تسمى إيران بطلقة رصاصة كلاشينكوف أو بأموال استخدمتها هذه الشعوب المنتفضة من أجل أن تقوم بعمل دعاية بالداخل. إيران إذا كانت صادقة بهذه اتهاماتها خل تسمح للقنوات العالمية، قنوات الفضائية والمؤسسات لحقوق الإنسان أن تدخل وتشاهد من أجل إذا كان إيران صادق حتى تصدقها. أضيف لمشاهديكم الكرام المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بشؤون إيران السيد أجاويد أكثر من عقدين زمان خصصت الأمم المتحدة أن يكون مندوبا خاصا لزيارة السجون وزيارة المحتقلات ومنها الأحوال.